أعزائي متابعي وقراء ومشاهدي اليوم السابع في كل مكان، محدثكم ماهر أبو نور من قرية الرجدة بمركز الدخلة محافظة الوادي الجديد، ومن داخل أول مصنع لإنتاج عدة مكونات من مخلفات النخيل. وبنرصد قصة نجاح شاب بدأ كبائع ليمون حتى انتهى به الامر ان هو يكون صاحب المصنع. نتعرف بحضرتك. اهلا بيك واهلا بمشاهدينا الكرام، مع حضراتكم احمد محمد راغب من اهالي قريه الرشده محافظه الوادي الجديد. قول لنا يا استاذ احمد، احكي لنا بدايتك ازاي، واحكي لنا الاول انت، احنا دلوقتي واقفين جوه مصنع لانتاج العلف وحاجات كتيره، وانت اعلنت ان انت صاحب حتى الخط الانتاج انت اللي مصممه. احكي لنا القصة ازاي. هي القصة وراء كل بلوة او وراء كل مصيبة لازم نستنتج منها حاجة. والمصيبة بتاعتنا كانت باينة زي ما حضرتك شايف، حريق الرشدة. احنا عندنا الحريق بتاع الرشدة ده ولع 3 مرات على التوالي، وكانت اخر مرة عندنا كانت كارثة كبيرة جدا 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 جدا، استدعى تدخل رئاسي 65 فدان مظبوط راحوا في الهواء. تمام. عيب علينا لما نكون شباب متعلمين ناضجين فاهمين، بنعرف نقرا بنعرف ناكل بنعرف نعمل كل حاجه، وما نعرفش نستخلص من المصيبه دي حاجه تكون كويسه نفيد بها نفسنا او نفيد بها البلد كلها. انت مسمي المصنع بتاعك اسم؟ والله هو المصنع انا مسميه تحيا مصر حبا في مصر، وحبا في قيادتها، وحبا في شعبها، ولكن انا بسميه اسم تاني خاص بي انا، مشروع الكنز المفقود. تمام. ايه حكايه الكنز المفقود؟ الكنز المفقود، احنا لو جينا بصينا الحاجة يعني كل واحد بيبقى ليه قيمة، ماسك قيمة في ايده بس مش عارف قيمتها ايه. يعني انا ممكن الخياط عارف قيمة المقص اللي في ايده دي هي اساس نجاح شغله في قص قماشه. لو جيت انا اديتها لواحد فلاح مش هيفهم يعني ايه مقص، بس لو اديت له محشة هيفهم ان دي القيمة بتاعته، هو اللي هيشتغل بيها. تمام. فكل واحد قيمته عارفها. انا لما جيت قصة الجريد او قصة تدوير مخلفات النخيل دي قصة طويلة من سنين. يمكن طيب استاذ احمد قول لنا المعدات دي انت صممتها ازاي؟ الخط الانتاج ده عبارة عن ايه؟ خط الانتاج طبعا ما فيش حاجة اسمها كانت تدوير مخلفات نخيل قبل كده او حد فرم مخلفات نخيل قبل كده. طب نتحرك مع حضرتك ورينا على الطبيعة، وري سادة القراء المشاهدين. دي المكنة الشجر بتاعتنا اللي بنقول عليها، اللي هي بتفرم الجريد بالكارنيف بتاعه الجريد الاخضر واليابس والسلاء والدرة عشان بيعملوا سلاج مكنة فرم. دي مكنة الفرم. تمام. دي المكنة التانية. كل ده تصميم المكنة المفضل اللي هي تصميم النخل، يعني مفيش حاجة جايبينها من بره مستوردة، كل الكلام ده بنقطعه على كرتون وبنشتغل. بتصممه انت بنفسك؟ كل قطعة في المكنة ليها كرتونة عندي، ليها فرخ كرتون مصمم عليه. دي الاساس بتاعي عندي في المكن كله، دي اللي بنخلط فيها الاعلاف وبنخلط فيها البيت موس والكومبوست والحاجات اللي ايه بنشتغل بيها على اساس انها بتعمل عمليه دمج للمنتج كله كامل. تمام. عندي فوايه لما يكون معانا كميه صغيره فلاح على قد ولا حاجه كده، عايز دش نص طن ولا ربع طن كده، بتطلع معانا من الهوايه دي. دي الخلاطه الثانيه. دي بتعمل عمليه دمج للمنتج النهائي بتاعنا، على اساس احنا بنضيف الاضافات الملاس والعلاج والحاجات اللي زي كده. دي انت مصنعها؟ كل تصميم محلي. هو التصميم المحلي معروف من التصميم المستورد من اي حاجه، دايما التصميم المحلي. طب هل ده جيد معاك التصميم ده اللي انت عامله؟ ممتاز جدا، ممتاز جدا. انا بصمم الحاجه على اساس شغل انا. كلفتك كام الخط الانتاج ده؟ كلفني داخل حوالي ما يقارب ال 175,000. 175,000. تمام. من موتير كبير دلس براس. بيرفع عمليه المنتج من هنا، بيطلعوا لي على الماكينه اللي هي قول لي بقى، ال 175,000 ده رقم كبير بالنسبه لشاب لو حاب يقلد او يعمل زيك. قروض كتيره. انت عملت مصر. انت اشتغلت قروض. مشروعك والقروض اللي هي التنمويه. البنوك مفتوحه لاي حد. طيب. دي المكنه الوحيده اللي عندنا مستورده بس. دي اللي انت مستوردها. دي المكنه الوحيده المستورده. ان امكانياتنا صعب. دي بتعمل ايه؟ دي بتعمل العلف الكوز. ده احد منتجات، ده عباره عن ايه المكون من الكوز ده؟ المكون بتاعنا ده مكون محلي، ده اللي هو الكزب. ده كزب التسمين. تسمين. عقول التسمين. طب ده مكوناته بيعتمد على مخلفات النخيل؟
بنسبه كبيره ولا بنسبه قليله؟ هقول لسيادتك على حاجه بره. وهل ده مكلف ولا مجزي؟ هو بيوفر في الطن 1000 جنيه عن المستورد، عن اللي جاي من مصر. ده غير نقل، وده جينا اتكلمنا في 1000 جنيه زائد 400 جنيه نقل. يبقى اتكلمت في 1400. ده دي فرق. جزء من ال جزء من الشغل بتاع التجهيز بتاع جزء من الشغل بتاعك. عباره عن ايه المكون اللي قدامنا ده؟ ده ايه ده؟ المكون بتاعنا كله اورجانيك 100%. مفيش اي حاجه كيميائيه خالص داخله في نهائيا. نهائيا الشغل على حاجه بعينك. تمام. البلح بتاعنا بديل للذره. الذره احنا بنستوردها، البلح بتاعه بديل ليه. لان الذره معروفه فيها طاقه. كلر البلح فيه اعلى طبعا. ده البلح بيسموه العفش، اللي هو بلح العفش. مخلفات المصانع. مخلفات يعني مخلفات المصانع. ده كوز الزيتون. ده برسيم حجازي. وجريد نخيل. كل المنتجات اورجانيك، مفيش اي حاجه داخل شمال ولا يمين، زائد كوز بالصويل اللي هو البروتين 44% والجيلاتين والجلوتوفيد. كل ده بيخش بيدينا النتائج اللي احنا عاوزينها زي ما حضرتك شايف. طيب انت بتبدا من هنا، ورينا كده بتعمل ايه في الـ هنا على كده. بنبص على المخلفات. مخلفات النخيل هنا بتقسم كل جزء لحدات. دي اسمها الكرنيفه، عندنا بتاعت اسمها الكرنيفه دي ليها شغل تاني. دي شغلها ليها شغل تاني. دي بنستخلص منها خامات تانيه كتيره، يعني تشوفها على الطبيعه جاهزه. تمام. كل اسم الحداه داخل المصنع بتاعك ده. داخل المصنع هنا. هنا الكرنيف. قول لي بقى زي ايه مثلا؟ انت بتقول منتج، قول لي سمي لي اسماء منتجات انت بتعملها منها. ما احنا لو قلنا كل حاجه لا سريعا كده، لا قول على طول من غير ما تقول تفاصيل تخليك انت ايه تحرق شغلك. مخلفات النخيل عامه بصفه عامه كلها بنستخرج منها عده اجزاء. واحد اول حاجه عملناها استخرجنا منها الام دي اف، صناعه خشب الام دي اف. خشب الام دي اف. تمام. تاني حاجه طلعناها منه خام البيتموس. خام البيتموس ده، البيتموس ده اللي هو علف، ده عباره عن ده عضو سماد عضوي. اسمه عمليه استنبات البذره، مش استناد. استنباد دي مرحله ثانيه. هل بيستخدم في عمليه اللي هو الشتلات؟ الشتلات، استنبات استنبات البذره في الشتلات في المشاتل. عندنا استخدامها بكميات. هو عالي في التخصص شويه. هو اورجانيك طبيعي 100%، ما بيضيفلوش اي عناصر، بيوفر على المزارع او صاحب المشتل كتير، لان هو غني بالعناصر الطبيعيه بتاعته سبحان الله، من عند ربنا سبحانه وتعالى غني بالعناصر بتاعته. ان احنا اتاملنا في النخله مذكوره في القران 24 مره. 23 مره. فبعد كده بنستخرج منها الود بيلت اللي هو الفحم البديل للدفايات اللي في المنازل والحاجات اللي زي كده. فطبعا دي برضه ليها شغل تصدير. نامل من الله سبحانه وتعالى ان حد يكرمنا بحد مستثمر يكون كبير ويجي يشاركنا. يجي يشاركنا بدل المعدات التقليديه اللي انا عاملها، لا نجيب معدات كبيره ونشتغل على نطاق اكبر ونشتغل ونعمل مصنع ام دي اف. والسيد المحافظ يعني بيدعم كل شاب وبيدعم كل مستثمر، فاحنا ايدينا مفتوحين للجميع. ايه المانع كده؟ طيب ده اللي هو الكرنيف، الجريد والباقي المنتجات بتعمل منها ايه طيب؟ ما هو كله ده بيخش على المكن وبعد كده بنستخلص كل حاجه لحدها. يعني انت كله بيتفرم طبعا من المرحله الاولى؟ كله بينزل مدشات بيتفرم ونستخلص كل حاجه لحدها. تمام. طيب قول لنا، عايزين نشوف النموذج وانت شغال دلوقتي. يعني المكن لما بتشغله بتجهز الخلطه. هي الخلطه جاهزه، احنا هنشغل لك الشغل على التصبيع على طول ونطلع المنتج النهائي للتصبيع بتاعك. تمام. قوة العمل في المصنع كام شخص هنا؟ قوة العمل في المصنع كام واحد انتوا شغالين هنا؟ 8 سجلنا في فرح حد موجود. انت شغال، شغال بنفسك طبعا يا استاذ احمد. كانش الشغل بنفس صاحب المصلحه يخرب في المصلحه تخرب تفشل. طب انت حكيت لي وقلت لي مره انت عن اول كلام قبل ما اسجل مع حضرتك ان انت بدات تبيع ليمون، كان عندك كام سنه؟ اليوم بعت ليمون كان سنه الثانية ابتدائي، كان حوالي 8 سنين 9 سنين. كملت ان شاء الله. تمام. طيب هل انت لما اختلط تمام ده منتج نهائي لعلف حيواني، ايه تاني منتج تاني لعلف بتطلعها؟ علف دواجن.
عارف تواجد بيقعد تسمين. هل في اقبال عليه لما حد بياخدوه منك ال او علف الفراخ بصفه عامه؟ معلش اقبال شويه بس العلف الموش اللي عليه اقبال جدا. اقبال جدا لان النتيجه بتاعته سريعه وافضليه. اما علف التواجن يعني مفيش مزارعين مفيش اصحاب مزارع حابه تعمل مخاطره شويه. هي الفكره كده. ونقبل برضه من الله سبحانه وتعالى ان حد من الفلاحين واصحاب المزارع يخاطر على حساب نفسه يعني على حساب نفسه هو. ايوه هو منزل 10000 فرخه وحط 500 كيلو على جنب وخد علفهم من عندي بالمجان واعمل تجربتك عليهم نجحوا حسابي ما نجحوش انا اشيل الليله كلها مفيش مشكله عندي برضه. تمام. انت بتشجع وتوجه رساله لاي حد عايز يتعاون معاك سواء مستثمر؟ تمام. طب استاذ احمد قول لنا بقى طموحك ايه الفتره اللي جايه؟ او انت يعني هل انت كده حققت هدفك ولا ايه الرؤيه بتاعتك للمرحله اللي جايه؟ الاهداف بتاعتنا يبقى انا ما حققتش 1% لسه. لسه الاهداف كبيره. تمام. المصنع يطلع مثلا 5 متر مكعب اخشاب في اليوم او يطلع مثلا يكون عندنا مرحله تجهيز كامله لخام بيتموس اتنافس بيه كشكل شكار وكلوكو وكمكابس انافس بيها المستورد لان انا بنافس المستورد في الخامه بس ما بنافسوش في الشكل النهائي بتاعه المخرج. فاحنا ده لو اتكلمنا في البدايه احنا لسه كل اللي احنا عملناه ده 1% بس فلسه فاضل لنا 99% برضه هنكمل. قول لي بقى التغير اللي حصل معاك من مجرد كانت فكره مصنع ودلوقتي حياتك اتغيرت ازاي؟ هي الحياه احنا اللي بنغيرها باذن الله. كل ما تسعى كل ما بتقدر تغير في حياتك اكتر. تمام. اما النوم والقهوه ما بتغيرش حياه حد. يعني كل واحد دماغه وطموح عاوز يوصل او معلومه عاوز ينفذها هيبحث عنها يوصل ويكبر مع نفسه. يعني اقصد هل انت حققت استقرار مادي؟ انت كنت بتشتغل اجير او كنت عامل او كنت ايا كان المسمى اللي شغال بيه سواء في التنجيد او في البيع. دلوقتي هل انت صاحب عمل؟ ايوه طبعا. الحياه مختلفه تماما. كنت صبي النهارده معايا فوق 8 9 10 صبيان تحت ايدي. تمام. اختلف الحياه تماما دلوقتي. انا شايف كنت بركب عجله النهارده راكب موتوسيكل. بعد كده ركبت العربيه. تمام. الحياه بتتغير كل ما. طب الرساله دي حاجتك تكبر معاك. في شباب كتير بيحاولوا يعملوا مشروعات زي كده هنا في الوادي الجديد وما بيكملوش. طبعا. تقول لهم ايه؟ يعني انا كتير قوي عمل محاوله زي حضرتك كده ولكن لم يكتب له النجاح. تقول لهم ايه الناس دول او الشباب دول؟ واحد يحاول دماغه فكرة ويسعى فيها بس هيوصل للنتيجة اللي هو عاوزها. ما تشتتش مخك بين فلان وعلان. ما تشتتش مخك بين احمد راغب وخضر عز ومحمود وياسين. خلي لك هدف ما تشتغلش الشغل التقليدي. طب مين الاسباب اللي كانت ربنا جعلها سبب في نجاحك؟ قولها لي كده 1 2. اسباب نجاحك بتوفيق ربنا مين الاسباب؟ السيد اللواء محمد سليمان الزمنطوط محافظ الوادي الجديد. تمام. السبب الرئيسي في نجاحي. عامل ايه؟ السيد اللواء محمد سليمان الزمنطوط هو يعني كان البدايه كان بيشجعك بيدي توجيهات بتأثير الإجراءات. لا اقول لك على حاجه واحده بس. اتفضل. سياده اللواء خدني معاه مؤتمر كان كنا في اسوان. المؤتمر ده كان من حوالي 24 دوله عن مخلفات النخيل والاستثمار في النخيل والكلام ده واداني الحق ان انا اتكلم بنفسي. قال انا مش هتكلم وهتكلم بناء عن حد وهسيب الشاب الجميل بتاعي يطلع هو يحكي ويقول تجربته ويقول ازاي انا نجحت في كلامي انا وفي طلوعي للمنصه. انا ست بلدان كانت عايزه تاخدني معاها الجزائر والاردن وكانت السعوديه وكانت الكويت. فضلت الله سبحانه وتعالى انا ما رضيتش اتخلى عن بلدي وما اتخلناش عن مصلحتي وما اتخلناش عن شغلي وقعدت. دي واحد من ضمن الرحلات اللي انا خدتها مع السيد المحافظ. المرحله الثانيه اخذني من ايدي وداني لفريق عبد المنعم في الهيئه العربيه للتصنيع القوات المسلحه وكان هو اليوم ده صدر امر تعييني تبع الهيئه العربيه للتصنيع على اساس ان انا في المكان دون والهيئه العربيه للتصنيع كانت جايبه مكان ثاني وكان المكان بتاعي يفوق القدره الانتاجيه بتاع المرحله الثانيه يعني كحجمه يوازي المرحله اللي هم كانوا بعتها لنا. واتقابلنا انا والاستاذ المحافظ في كذا معرض جراند بيزنس وحاجات زي كده. فكانت هنا بيني وبين المحافظ علاقه طيبه جدا 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 بياخدني معاه كل الاماكن وبيعرض مشروع